ولمزيد من المتابعه ينضم الينا هاتفيا الكاتب الصحفي جمال رائف. سيد رائف، بعد التحيه، ما هي قراءتك لتوجيهات الرئيس السيسي فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي الجديد؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. ولايه رئاسيه جديده وايضا تكليفات للحكومه الجديده ايضا تلبي التطلعات والامال وتركز على اولويات عمل مهمه، وكما ظهر في بيان التكليف هناك توجيه من القياده السياسيه المصريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديد اولويات العمل الخاصه للحكومه الجديده والتي سوف ايضا يتراسها الدكتور مصطفى مدبولي. وهذه الاولويات تنقسم الى شقين، الشق السياسي جاءت في صداره هذه الاولويات الامر المتعلق بالحفاظ على محدد ذات الأمن القومي المصري، خاصة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية الصعبة والتي تؤثر على كافة دول العالم وبما فيهم طبعا الدولة المصرية. الأمر الآخر من ضمن هذه الأولويات وأتى في رأس الأولويات أيضا هو ما يتعلق ببناء الإنسان، وهنا ركز التكليف الرئاسي على فكرة أيضا الصحة والتعليم وبناء الوعي وأيضا استكمال مسارات العمل الخاصة بمجابهة الإرهاب والفكر المتطرف وغيرها من مسارات عمل تعمل عليها الدولة المصرية. أما على الصعيد الاقتصادي فأيضا جاء البيان يضع بعض الأولويات المهمة في عمل الدولة أو في عمل الحكومة المقبلة خلال الفترة القادمة، على رأسها كبح جماح التضخم وضبط الأسعار وأيضا جذب الاستثمارات سواء الأجنبية ودعم الاستثمارات المحلية والاستمرار في إعادة يعني هيكلة الاقتصاد المصري ويعني ضبط الاقتصاد المصري، وكلها يعني أولويات عمل تؤكد أننا مضينا من مرحلة كانت صعبة للغاية بها الكثير من التحديات، وأيضا لدينا الآن تحديات جديدة الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية المصرية تضع أولويات عمل من خلال الحكومة أو من خلال البيان الخاص بالتكليف للحكومة الجديدة أيضا لمواجهة هذه التحديات المستجدة. بالحديث عن التحديات وفي سياق ذكرك لهذه الجزئية، الرئيس السيسي أكد أن تكليفه بتشكيل حكومة جديدة لإدارة البلاد جاء لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي وأيضا مواجهة التحديات التي تواجهها الدولة. في رأيك ما هي أبرز التحديات التي تواجه الدولة الآن؟ يمكن بالفعل الدولة لديها بعض التحديات، ولكن يجب أن نشير أيضا أن الحكومة السابقة قد يعني عبرت عدد من التحديات الصعبة للغاية، سواء جائحة كورونا سواء الأزمة الروسية الأوكرانية، هذه تحديات كانت صعبة بجانب التحديات التقليدية والتي كانت موجودة منذ البداية. أيضا التحديات الحالية الآن وكما حتى حددها البيان الخاص بالتكليف يعني الحفاظ على محددات الأمن القومي في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، لأن هذا هو في الحقيقة يعني جوهر الحفاظ على ما يتم انجازه في الداخل المصري، لان الاقليم يعني مشتعله باركانين نيران، كثير من الازمات الاقليميه والدوليه التي تؤثر على الداخل المصري سواء اقتصاديا او سياسيا او امنيا، وبالتالي نحن نتحدث عن مفردات حادثه الان في الاقليم لها تاثيرات سلبيه للغايه على الداخل المصري، وبالتالي هذا تحدي كبير جدا، وبالتالي وضعه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن اولى اولويات العمل للحكومة الجديدة. الأمر الآخر والتحدي الآخر طبعا هو التحدي الاقتصادي، لأن تبعات التغيرات الاقتصادية العالمية وما يحدث في الاقتصاد العالمي له تأثيرات على الداخل المصري، ومصر يعني الحمد لله عبرت بنجاح حتى فكرة تداعيات الأمن الغذائي واستطاعت من خلال النظرة الاستشرافية والعمل المستقبلي في بعض المشروعات الزراعية الكبرى أن تخفف من وطأة هذه الأزمة على الداخل المصري، ولكن أيضا ما زلنا نعاني من تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، وبالتالي العمل والاستمرار في العمل لتخفيض تبعات هذه الأزمات العالمية على المواطن المصري أيضا أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة. نعم، الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.